من فرنسا وإلى بريطانيا، حيث عقد 3 من الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تحالفا انتخابيا بعدم منافسة بعضهم البعض في نفس الدوائر الانتخابية، حيث من الممكن أن تكون فرص أحدهم فيها أكبر خلال الانتخابات العامة المقررة في البلاد الشهر المقبل. ويضم التحالف أحزاب الديمقراطيون الأحرار والخضر وحزب بلايت كومري في ويلز، ويتوقع أن يعزز هذا التحالف فرص فوز الأحزاب الثلاثة بعدد أكبر من المقاعد خلال الانتخابات المقبلة. من حل البرلمان وصولا حتى نهاية يوم الانتخابات في الانتخابات البرلمانية البريطانية المبكرة تفصل أيام معدودة. بشر خلالها رئيس الوزراء بوريس جونسون ومنافسه زعيم حزب العمال بحملتهما الانتخابية في محاولة منهما لترجيح الكفة لصالحهما. بداية أعتقد أن هذه أهم انتخابات تواجهها بلادنا منذ أجيال. أنا لا أريد انتخابات، وبصراحة نحب ما أفعله، وأي رئيس وزراء لا يريد إجراء انتخابات، بخاصة عندما يتمتع بذلك. هنالك الكثير مما أريد أن أنجزه وفعله، لكن ليس بيدنا أي خيار. أنصار المحافظين أكدوا على دعمهم لخطاب جونسون حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير المقبل وإنهاء حالة التخبط التي تعيشها البلاد والتركيز أكثر على الشؤون الداخلية لها. أريد فقط أن يتم البريكزيت وإنهاء كل الغموض، وهذا ما يريده الجميع. آمل فقط أن تؤدي هذه الانتخابات إلى حلها حتى نتمكن من المضي قدما، لأن هناك أجندة محلية كبيرة للتعامل معها، فقد تم تعليق كل شيء حتى تطبيق البريكزيت. وفي محاولة لتحصين تفوق حزب المحافظين في الحملة الانتخابية على حزب العمال، بدأ جونسون في جولة لقاءات مع ناخبين محتملين في أنحاء البلاد، في وقت ينشغل فيه الفريق المنافس باستقالة توم واتسون نائب رئيس حزب العمال الذي عز استقالته لأسباب شخصية، محاولا التخفيف من شأن خلافاته السياسية مع كوربين بشأن سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أريد من كل عضو في حزب العمل وكل مؤيد لحزب العمل أن يشارك بحملة حزب العمال للتأكد من أننا سننتخب حكومة عمالية في 12 من ديسمبر. قراري قرار شخصي للغاية، لا يوجد وقت مناسب لدخول السياسة، لكن يمكنك تركها لفترة أطول مما قد تعتقد. وتشكل الانتخابات البريطانية البرلمانية المبكرة محاولة أخيرة لكسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ 3 أعوام ونصف منذ تصويت الشارع البريطاني بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. من لندن ينضم إلينا يوسف الحلو الصحفي المختص بالشأن البريطاني. أستاذ يوسف، إذن المنافسة تحتدم والحملات الانتخابية تنطلق في بريطانيا، لكن البعض يرى بأن بداية الحملة الانتخابية لبوريس جونسون كانت متعثرة بعض الشيء. لا، بالعكس، أنا أرى أن جونسون يعني انخرط في هذه الحملة بقوة كبيرة. يعني الحملة التي بدأت بالأمس ستستمر لمدة 5 أسابيع حتى يوم الانتخابات في 12 ديسمبر المقبل. كل من الحزبين المحافظين والعمال برئاسة جونسون وكوربين بدأ بالترويج لحملتهم الانتخابية والبرنامج السياسي لكل منهما، فهما كما تحدثتم يجولان البلاد من مدينة لمدينة ويلقون الكلمات، وكذلك يعتمدا على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب المزيد من الأصوات. أرى أن جونسون صراحة متقدم بحملته الانتخابية على كوربين، فهو يعني يوثق كل خطوة بخطوة ويحث الناخب البريطاني للتصويت له حتى ينفذ وعده ويخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعض الأحزاب المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بدأت تتحرك وبدأت تتحد في مسعى لكسب أكبر أصوات أو أكبر عدد من الأصوات، هل ستغير في المعادلة بعض الشيء؟ يعني الحزب الثالث الذي دخل على الساحة يعني حجمه صغير، وهو حزب الديمقراطيين الأحرار، يعني هو يطرح نفسه كبديل لحزب العمال وحزب المحافظين. وزعيمة الحزب جو سويندون المؤيدة لأوروبا قالت أنها لن تدعم الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويعني إذا وصلت إلى سدة الحكم فهي ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثيا. يعني استفتاءات الرأي يعني صراحة غير دقيقة، لكن كما تحدثت أن أعتبر أن حزب المحافظين متقدم لبعض الشيء. هناك
بعض التحالفات قد تحدث من غير المعروف من سيكون الفائز. هناك 5 أسابيع أمامنا ودعونا ننتظر حتى نرى النتائج. أستاذ يوسف، إلى ماذا تشير الاستطلاعات في بريطانيا؟ لأي أحزاب ربما؟ حزب المحافظين متقدم نسبيا عن حزب العمال، خاصة أن هناك حملة شعواء تمارس ضد حزب العمال برئاسة جيرمي كوربين لوصفه بمعاداة السامية. ويعني هو حزب المحافظين هو المسيطر على الساحة حتى الآن. هناك حزب الخضر وهناك حزب الديمقراطيون الأحرار، لكن كما قلت من خبرات سابقة لا يمكننا الاعتماد على استفتاءات الرأي لأنها قد تكون مخطئة. يوسف الحلو، الصحفي المختص بالشأن البريطاني، كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.